الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق وأشرفهم أجمعين محمد الطاهر الأمين، وعلى آل بيته الأخيار المنتجبين، وعلى من اصطفى خطاهم بإحسان إلى يوم الدين. السادة، عميد الكلية الإسلامية الجامعة المحترم، أعضاء الهيئة التدريسية الكرام، إخواني وأخواتي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير ما نفتتح به هذا المقام الكريم آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الطالب رحيم حسين كريم، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء. والآن مع كلمة عمادة الكلية الإسلامية الجامعة يلقيها علينا الدكتور محمود الخفاجي، فليتفضل مشكوراً. بسم الله متمد المتوكلين، والحمد له ملاذاً للاجئين، والصلاة والسلام على الدليل إليه في متاهات الضلال وعلى آله سبل الوصال إليه والمنتجبين من صحبه الأخيار. تتصاغر الكلمات أمام عظمة هذه الذكرى، وتتطلع الأماني باللقاء بأصحابها، وتبقى الأماني أحلاماً ما لم تتحقق. فقد كان محمد وحفيده صادقين القول والفعل، لذلك كانوا صفحات ناصعة البياض من صفحات التاريخ، تحاكي الحاضر لترسم للمستقبل الأمل المنشود لمن اهتدى بهديهما. سيدي أبا الزهراء، يا فيصل التفرقة بين الذل والخنوع وبين العزة والإباء، دوى صوتك أرجاء الدهر، وأصمت صرخاتك كل ذي صمم، ورددت الأودية والجبال والصحاري والقفار تلك الأصداء. يا مناراً رسم طريق الخلود، يا وقفة بين الله والبشر، كفت الدنيا يوم مولدك عن الدوران بأفلاكها. كان يوم مولدك في يوم احتضنت به الأرض كل موارد الشقاء، يوم اجتمعت فيه كل نقائض الحياة، فقد ولد الهدى وانكفأ الضلال. أي فجر أطل، وأية شمس بزغت، صوت انبعث من غار جبل أصم في زمن غابر، يحمل نورا شتت دياجير الظلام في هدأة من الليل، جنين يولد في هدأة من الليل، جنين يولد. لا فرعون يبحث عنه في هدأة من الليل، جنين يولد
لا فرعون يبحث عنه، ولا انتبذت أمه به مكانا شرقيا، تهاوت تحت أقدامه آلهة تعبد قرونا، تصاغرت لتواضعه جبابرة طغاة. سيدي أبا الزهراء، أين نحن من مولدك اليوم؟ فقد أوضحت لنا الطريق وتركت لنا الخيار، دنس لئيم أم ملك رحيم، شهوة عابرة أم قديس أبي، فلنسلك أي الطريقين نشاء، ولنختر أي الحالتين أوفق لنا. سيدي أبا الزهراء، وتلك كنية لا بعدها كنية، دنوت فتدليت فكنت قاب قوسين أو أدنى، سموت فتعاليت حتى أدركت سدرة المنتهى، فهل بعد هذا من شموخ؟ يا منار المجد والخلود، أي جسد حمل روحك الأبية، وأي جدث ضم جسدك الزكي؟ عجزت القرون أن تركنك بين صفحات التاريخ، وتوقفت عجلة الزمن عند ذكراك، لأن الدهر لم ينجب لك مثيلا. فسلام عليك سيدي، في زمن يتطلع أهله لنورك من وراء الحجب والسحاب. سلام عليك أبا الزهراء، في أمة اختلفت فيك وتخلفت عنك. سلام عليك أبا الزهراء، في أمة اختلفت فيك وتخلفت عنك، وصوتك بين ظهرانيهم يدوي، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وعلى حفيدك صادق القول البار الأمين، سلام عليكما في يوم مولدكما، سلام عليكما يوم لبيتما نداء الحق برحيلكما، وسلام عليكما يوم عرصات القيامة، لتقفا شاهدين على من ظل ومن اهتدى. وسلام عليكم سادتي الحضور ورحمة الله وبركاته. الشكر، كل الشكر للدكتور محمود الخفاجي على كلمته. والآن مع الطالب صلاح عباس فرحان، محاكيا شعريا لكعب في قوله: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول، لذلك أهيب عندي إذ أكلمه، وقيل إنك مسبور ومسؤول، فليتفضل مشكورا. أبوي اللي جابه واسم عرش بلقيس، وصديق المكن القدرة لسليمان، الحديد اللان بس لجفوف داود، لزمته ومن لزمته استسلم مولان. أيها الحفل البهيج، السادة الحضور، أساتذة الكرامة، زملائي الطلبة، السلام عليكم جميعا، أهنئكم وأهنئ العالم الإسلامي بمناسبة الولادات الطاهرة، كما أحب أبارك لطلبة المرحلة الأولى بعامهم الدراسي الجديد، وقت المسامر شقرته تعيل
وكل مقصود لازم يوصل للغاية، وقت المسامر شقرته تعيل، وكل مقصود لازم يوصل للغاية، وذا عن الورد طشيته محتاد، أنا مديون يطلب صاحبه هواية، مريم نخل هزت من ولا الدين، وعلى خاطر نخلها اندقت الثاية، مريم نخل هزت من ولا الدين، وعلى خاطر نخلها اندقت الثاية، وبعث روح الله المسيح بجاية تجديج، مريم فدوى سئلك مثلك أماية، وبعد نسأل، وبعد نسأل وخذنا بغفلة للنوم، وفرزنت السؤال بس هالحكاية، ابت أسد نور الله موجود، ومحمد للرسالة طلقت الشاية، ومقابل وياها الكعبة تطلق بيه، علي سموه صقار المناية، وحقاف وألم نشرح وطاها، وحقاف وألم نشرح وطاها، روس الزلم بس حيدر، وحقاف وألم نشرح وطاها، روس الزلم بس حيدر، وطاها البار البت أسد خصها، وانطاها وطاها محمد بيه تفتخر كل هاشمية، وحق اللي وحق اللي سرب ليلة وعلي من أجاوب للي نشدوني علي من، وحق اللي سرب ليلة وعلي من أجاوب للي نشدوني علي من، علي الآية علي الثاية علي من، وقف جبريل أدى للتحية، ويحب علي الكرار مو له خصيصا بس لك والغير، المأمن علي الكرار مولاه اشتظن، المأمن على الكرار مولاه يوم القيامة الجسدية، إطلالة حسان بن ثابت يقول إن الرسول لنورا يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول قصد حسان، طلعت للشمس عين وخدين بضواهن قامت الزخ، المنخد الشمس تاخذ لون تعقلها الليالي قباله تبزخ، ما عسرت مكة وطلقت الكرار ونصبت للي عبدون الصنم فخ، أحمد بالعرش من نادى أبو حسين روح الله بيهم كانت الضخ، ونزدوا على الأرض يقرون توحيد لم نشرح ذاريات ونرسهم ما طخ، من وقفة ومحمد خاطب الناس وعلى كان على قلبه الآية ينسخ، إش جرى لك محمد يوم مصيت إن ولي الله علي تصرخ، أحسك بالترافة تملمست حيل ولهز الباقي منك زود ينضخ، قالوا للسبب وطببك للغار رتب على الكبوت الغار يشمخ، وارسلت الحمام على اللي يكتبون، قالوا للسبب وطببك للغار رتب على الكبوت الغار يشمخ، وارسلت الحمام على اللي يكتبون، من بعد الحراسة الكل يؤرخ، محمد ما يمشي له وابو حسين وعلى بعالم الدر صافع الأخ، ملحة الخوة محمد عند الإسلام، وعقب حيدر الخيل الخوة تمصر، والسلام عليكم. والآن مع وحي خيال الشاعر للطالب أمير محمد كاظم فليتفضل مشكورا. بهالقضية صحت يا ويل من هجرك دواني، حزين وبزدمع عينك دواني، يا هل تنشد علي انا دواني عراق ولا نقاش بهالقضية. اذا رصاص عدكم جامعتنا قسم بالله فطرت جامعتنا، درس بالخوة الطجامعتنا علم مثلوع فوق القادسية. يا وزير التربية عند اعتراض على المناهج قوم عيدنا النظر، اتخلق الدور يدق الباب ليش وعلي خالع باب ما تكتب سطر. السادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نهنئكم والعالم الإسلامي والأمة الإسلامية ومراجعنا العظام على رأسهم الإمام الحسين السيستاني دام ظله بمناسبة ولادة منقذ البشرية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أردتم أن نبدأ فصلوا عليه وسلم وسلموا عفوا.
صفن تكتب قصيدة واتطحقها شلون؟ قلت اكتب غزل لا غيرت رأيي، أو قلت الغزل واجب بس للمحبين، شفت بيها محمد حضرت ناي وقلت أعزف عزف تنبهر بيه الناس، إيش ما أعزف تظل بس تستحل حالي، أو حسبة ببالة طالت داخت الحسبة، حرش اختار فصح بين وجدان وجبت القلم واكتب وابدأ بأول بيت، أو شفت هالقافية مستحية وتعان وشفت دموع، أنا شفت دموع تنزل كان طفل جوعان، أو تمنيت القصيدة تصير عدوان، زمخت على الشعر قلت لانا عد عيناك والهام بكل قصيدة وياك خلاني وذا لساني يزل ثق يا رسول الله وحق الزهرة بيدل لقطع لساني، أنا الماتوب عن دربك ويوزن ولا آخذ حج العاذل ويوزن، أنا عند عقل راجح ويوزن، بلد شو هالسلم بوصف قلية، أنا ما توب عن دربك ويوزن ولا آخذ حج العاذل ويوزن، أنا عند عقل راجح ويوزن، بلد شو هالسلم بوصف قلية، تعال وشوف من حالي شمر صار، الدمع ما ينزل بسكته شمر صار، تعال الحالة وتصور خيم والنار تتوجر، أخوي العاين المنظر نخيته وياي ما قصر، شمر صار قطع راسه وشمات الطوب ويا أغلس أغلس ما أورجح حد من أحتاج، الوقت للي يكتم جروحه منح تاج حقي ولا تلوموني من احتاج، الصقر للبوم شفت ادى التحية، ترى العلية تبين من نفسها ورضت آخذها كلها من نفسها، أكو بيهم حسدني أخوي وهم يحبني، ترى العلية تبين من نفسها ورضت آخذها كلها من نفسها، أكو بيهم حسدني أخوي اللي يحبني، أسولف ما سمعني برا الواشي قصدني، من نفسها رادت تنمح وتشلبت بيه، ترى العشرة كبيرة وناصح لها ولغز صارت تدوخ ناصح لها، ترى العشرة كبيرة وناصح لها ولغز صارت تدوخ ناصح لها، اش كثر بالدنيا واديم ناصح لها، فهل أحد رأى التقصير بحلات الحر مهيبة من رجلها، ومر الدنيا حضرت من رجلها من رزع الوروحا من رجلها من رجع وبتشيها الوذية، إذا دنيانا خلفنت شار بيها رضع نحل المراجل، إذا دنيانا خلفت شار بيها رضع نحل المراجل، شار بيها كثير رجال خلعت شار بيها وكفالتهم صفتش المردية، والسلام عليكم. الآن مع الطالبة إقبال فاهم تقرأ لنا قصيدتين، أولها في الصلاة على سيد المرسلين محمد الطاهر الأمين، والثانية في حب العراق عنوانها طف العراق، فلتتفضل مشكورة. والأمة الإسلامية بهذه الذكرى المباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الصلاة على سيد المرسلين، ألف الصلاة والسلام على خير الرسل، صلاها إله الكون والملائكة قبل الأزل، رسول هدم الكفر وأسقط صرح هبل، في حمله لرسالة يعجز عن حملها الجبل، أحال بحملها الضلالة للهداية والأمل، ومنه قد من الإله على الناس بأطهر نسل، هم الهداة من بعده وحبهم خير العمل، خلفاء الله في أرضه يملؤوها قسطاً وعدل، هم الوسيلة للرحمن وبهم الشفاعة تكتمل، يا سامع الأبيات صلي على خير الورى وإله نور المقل. طف العراق، طف صار العراق كربلا ومأساة،
وردت آل أمية ورد يزيد ردود، وهم حملة كفر والمقصد الإسلام، وعادت على البشر ذيك الليالي السود، ونفس الجيش ذاك وعسكر ابن زياد، بس حسين ماكو والشمر موجود، وهواي الشبه والفرق هم هواي، واكو كلمة رفض بس الحلق مسدود، وما عدنا بعد ونجيب مثل حسين وياخذنا من دينا سكة المعبود. شي يرد بعد وشي يرد علينا براية العباس حتى نصير كل احنا بخدمته جنود. كاتلنا العطش يم الفرات سنين، بس جيب السبع يطلع يترسل جود. مو قلة زلم والمشكلة من نريد، وياهم من الزلم يوصل لراع الزود. ولا عباس عدنا ولا وقت عباس، حتى على الشريعة نشوفه بس زنود، ونأيس بعد من الكفيل يطيح حتى نطيح كلنا بضربة العامود. وزينب ماكو عدنا ومن نهد شلون، وشي يرد السبايا وياهو بيها يعود. مولا يعتذر ناسك صفت ناسيا، شي وياي صار وشي عليها دود، شي وياي صار وشي عليها دود. السلام عليكم. Thank you.
أضيف صوتي لصوت عباس الطائي قائلا: أغصاهما وجهه لكنه فعل وجه تفصد في ليل العمى مقلا وجه تفصد كان الكاف في يده والنون فر فظل الكاف مشتعلا بعض التراب على أردانه قبل وفي التراب يغطي وجهه القبلة خلف السراب بنى بيتا وبوصلة تشير للأين إن في لحظة سئل رمى عباءته الإسراء فالتقطت ثقوبها الماء والأسماء والجمل يعدو إلي يريني طيفه جزعا أكاد ألمسه ينفر مشتعلا يثير حولي خبال الجوع يلعقني يكفي أصيح كفتني إذنه وجلا الآن مع قصيدة بعنوان محمد أول أصحاب الكساء يلقيها محمد نور عزيز فليتفضل المشكور يتيم وما تبوه وهو ما موجود وصبح للكون عنوان وعلامة وكمل دين ربه ونزل القرآن وطهر بيت ربه لهدم أصنامه صلوا على محمد وآل محمد نهني العالم الإسلامي ومراجعنا العظام والسادة الحضور بولادة سيد الكائنات محمد محمد أول أصحاب الكساء ولولا دينه كان عشنا احنا بظلام وكان ما عرفنا التطور والحياة وكان لحد الآن نعبد بالأصنام ولولا دينه ما عرفنا احنا الإله ولا عرفنا احنا صلاة ولا صيام صح يتيم وعاش كل عمره كريم ونصب رب العرش راعي السلام من ذكرى ليش أحس نار تهيد لأن بس بطروتك يحلى الكلام يا رسول ومنصبك بعد الإله هذا حقك هو يا عالي المقام بمولدك مبتشرة كله للسماء وهاي كله للأرض تهدي السلام خاتم انت لكل رسالات السماء وانت من الله منصب على الرسل يا ابو القاسم روحي لك والله فداء وغير قلبي وغير اسمك قلب ابدا ما حمل باب الله انت وبغيرك نتيه ولا دعاء بغير اسمك يكتمل يا اللي مطف بمولدك نار المجوس الكانت موجرة تراها من الازل التمسك بيك ابد ما ظن يخيب واللي مشل غيرك ترى والله فشل يا ذخرنا بالشدايد نرتجيك ويلي سابق اسمك الخير العمل الغير شخصك تعتبر كفر الصلاة وبس على هذا الصلاة هي تحل التمسك بيك ما ظن يخيب والمشل غيرك ترى والله فشل يا ذخرنا بالشدايد نرتجيك ويلي سابق اسمك الخير العمل الغير شخصك تعتبر كفر الصلاة وبس على هذه الصلاة هي تعل بنزلة القرآن ما شال الجبال وبس على صدرك يا ابو الهادي نزل يا نبي الرحمة يا أعظم رسول والهداية هالبشر مديت يديك نصبت بعدك علي بأمر الإله هذا من بعد الولي وربي وصيك نقصد القبرك أبد مو عن فراغ يقولون أنتم تعبدون الشيعة تعبدون القبور تعبدون الأوثان هاي ماذا ما أعرف من طلعوها نقصد القبرك أبد مو عن فراغ لأن نور الجنة ظل مكنون بيك والد الزهرة بعد شردا أقول أكرمت حتى الذي عالوا عليك سقطت أنت بدعاء أكبر عروش وهذا لسه كسره شاهد إليك حضرتك محسوبة من أرض الجنان وطلبت بهذا العمر أردن أجيك
أمشي أمشي وبحاير ضريحك أنا طوف، وللشفاعة بالحجر أنا ارتجيك، أرشدت كل البشر درب الجنان، واللي يريد الجنة خي صلي عليك، صلوا على محمد وآل محمد. السلام عليكم. من أحبه فقد أحبنا، ولكي نثبت حبه لابد لنا في هذا المقام أن نتذكر علي عليه أفضل الصلاة والسلام. فليتفضل لنا الطالب علي قاسم حكمة مشكورا. أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أشيتم أن نبتدئ فصلوا على محمد وآل محمد. مو شان قلت معصوم وبحسين، الله قالها بآيات الكتاب. مو شان قلت معصوم وبحسين، الله قالها بآيات الكتاب. من عصمة محمد عصمة الصير، ونفس وصفه بالقاسم وصفه بالتراب، علي نفس الرسول. مو شان قلت معصوم وبحسين، الله قالها بآيات الكتاب. من عصمة محمد عصمة الصير، ونفس وصفه بالقاسم وصفه بالتراب، علي نفس الرسول وأسرى وياه. علي نفس الرسول وأسرى وياه، وقابل قوس شافه وشاف الإحجاب. علي لو تقيسه بواحد ألقيه فرق بين الحمامة وبين الغراب. شمس ردت لحيدر تعرف شلون، زمخ بيها المغيب وردها الغياب. مو عن قوة خيبر فك أبو حسين، مو عن قوة خيبر فك أبو حسين، علي بقوة خشوع قالع الباب. وإذا عن الشجاعة السولف تريد، فك باب الشجاعة وحاكي الأحزاب، وانشدها الرؤوس كانت طيح. كلها تقول حيدر قص الرقاب. علي شبع يتامى بتعب المتون، مو تعب السياسي بتعب حطاب. علي يوم التنصب بأمر كان مو شغلة عمومة وكانوا قراب، قاموا وبايعوه قالوا له على الخير، صرت علينا أمير بلهجة ذياب. ورايد ردوا من جديد بهاي الأيام، بعد عدهم نسل من ذيك الأصلاب، بس ما بينا واحد حجمه وقال مثل ما قلتوا عنا أمرد وشاب. وشكرا. يا أشرف الأعراب والعجم، يقدمها لنا الطالب سيف عبد علي هادي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم، صدق الله العلي العظيم. اللهم صلي على من اسمه في السماء أحمد، وفي الأرض محمد، وعلى آله الطيبين الأطهار الأخيار المنتجبين. اللهم صلي على محمد. بمناسبة ولادة سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نزف جميعاً أحر التهاني والتبريكات إلى مقام مولانا صاحب العصر والزمان، وإلى الأمة الإسلامية والعلماء العظام، وإلى حضراتكم الكريمة. سائلين المولى عز وجل أن يعم الأمن والأمان على العراق والأمة الإسلامية. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمه، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج الرسل الله قاطبة، محمد طيب الأخلاق والشيم، محمد خبيت بالنور طينته، محمد لم يزل نورا من القدم، محمد حاكم بالعدل ذو شرف،
محمد معدن الأنعام والحكم، محمد خير خلق الله من مضر، محمد خير رسل الله كلهم، محمد دينه حق ندين به، محمد مجمل حق على علم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم، محمد زينة الدنيا وبهجتها، محمد كاشف الغمات والظلم، محمد سيد طابت مناقبه، محمد صاغه الرحمن بالنعم، محمد صفوة الباري وخيرته، محمد طاهر من سائر التهم، محمد ضاحك للضيف مكرمه، محمد جاره والله لم يظم، محمد طابت الدنيا ببعثته، محمد جاء بالآيات والحكم، محمد يوم بعث لنا شافعنا، محمد نوره الهادي من الظلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لزينب حق في جدها، وحقها هذا يقرأه علينا الطالب علي كاظم البديري، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم سادة الحضور. أتشرف أن أكون بديري لكني بدري. من أنت ومن هي كي تعطيها هذا الوفاء؟ وكفين وأعين تتعانق مع السهام؟ ما أنت إلا آية بسم الله الرحمن الرحيم، ما أنت إلا كوكب دري قد من شجرة مباركة، لا شرقية ولا غربية حسب تربية علي. دخيلك يا أبو فاضل، دخيلك يا أبو فاضل، نزل السيف، الرقاب اللي قطعتها بهيبة تزداد، تطمراد كل من يوصل يزور تمد يدك على ما ياخذ مراد، ما عرفك بشر لونه ورأس الماي، زينب والشريعة ورايح وراد، ويحذرك جيشهم لا ترجع ردود، وابو فاضل بعد وتحب العناد، رايح للنهر. دخيلك يا ابو فاضل نزل السيف، الرقاب اللي قطعتها بهيبة تزداد، تطمراد كل من يوصل يزور تمد يدك عليه ما ياخذ مراد، رايح للنهر، رايح للنهر يعني العطش مات، فارغ صعبة ترجع وانت فارس، إذا ما ترد تارس ما يبجود، ترد بروحك انت سهام تارس، رايح للنهر، رايح للنهر يعني العطش مات، فارغ صعبة ترجع وانت فارس، إذا ما ترد تارس ما يبجود، ترد بروحك انت سهام تارس، من أباوع للشمس بيها القلق خيط، من أصد للماي أشوف أنك نوارس، من أباوع للشمس بيها القلق خيط، من أصد للماي أشوف أنك نوارس، البراسك البراسك ضمير منقع يدور، لو حب الحسين وخلى يابس، إذا هو أبو فاضل جنة الحسين، إذا ما نلقى خيط براس عابس، حقك البراسك ضمير منقع يدور، لو حب الحسين وخلى يابس، إذا هو أبو فاضل جنة الحسين، إذا ما نلقى خيط براس عابس، حقك يا زينب ما دريت انت الصار، هل ما جبت ماي بطريق وعفته على المشرع وبي كان أسولف بالبال، ونزعه وتفوف بسيف ما حسبته، ولو عندي كف جبت الفرات أنا وياي، مو ماي من المشرع وما جبته، عود اقتنع عباس مقطوع جفوف وما يلقى ما يعود من شرب اخته، الفاتحة يقراها وبكفه الماي ومو يمه هي وتروى من فاتحته،
فوق الورد فوق الورد. عود اقتنع عباس، عود اقتنع عباس مقطوع جفوف وما يلقى ما يعود ما يشرب اخته الفاتحة، يقراها وبكف الماي ومو يمه هي وتروى من فاتحته. فوق الورد لما يدوس العباس بيفتخه والقاع ما شايلته، ويبوس بجدمة التراب والينداس شاشنها من طين القمر خالقته. شكل بعين اسهام من شاف حسين راسه برمح زينب لو انسائلته، ما شفت راس معلق برمح الموت قرار فوق على الرمح كان شفته، وسر مخفته ان نشوف شايل عباس وهبة محمد هي اللي فزعته. لو سيف شايل ما تقص هيك رقاب ضلع البتول بجفي من تكشلته، وغشمه غشمه احنا كنا نشوفك انت العباس بيك انت من حيدر شبه ميزته، يعني انت ذي الفقار فرقك ريشاتي بهيئه بشر وداك تنصر بته. يا ليتني سر مخفته ان نشوف شايل عباس وهبه محمد هي اللي فزعته، لو سيف شايل ما تقص هيك رقاب ضلع البتول بكفي من تكشلته، وغشم احنا كنا نشوفك انت العباس بيك انت من حيدر شبه ميزته، يعني انت ذي الفقار فرقك ريشاتي بهيئة بشر وداك تنصر بته. يا ليتني ابكم وراس المقطوع وقبال ونحى ينكسر ومن الناي، ازددت شوقا يا حسين الا الموت صعبك في الاخت وما اجيب لها الماي. الشمس الشمس نور وانت نور ظمآن وقبال نورك يا شمس تطلع حاي، يا هلال شو طولت جلتك ما جيت بعين رمضان واشوف انك جاي، وقلش حلات العيد عباس وياك عيدان طفور التكت عيد وياي، ونشعل شموع القاسم بذاك اليوم من ينتصر دم الحسين على اعدائي. والسلام عليكم. أخر نفسه متقدما ليعلمنا بساطة العلماء، والآن مع كلمة الدكتور محمد هليل فليتفضل مشكورا. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت آخر المتكلمين تواضعا مني، ولهذا أردت أن أدلو بدلوي في هذا الاحتفال المهيب. الكلمات تتصارع والأفكار تتنازع، احترت من أين أبدأ ومن أين أنتهي، لكني سرحت في ذهني لم أجد شاهدا في هذا الاحتفال إلا بيت من الشعر لأمير الشعراء أحمد رامي، تصب في كبد هذا الحفل وهذه الذكرى السعيدة. قال بيتا ما زلت أردده في كل محضر وما زال يرد بذهني في هذا المحضر، إذ قال أمير الشعراء مدحاً بالرسول الكريم ولهذه المناسبة: أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك غير أن لي انتسابا. سألت هذا البيت وتفسيره لطلاب البكالوريوس أو الدراسات الأولية
في جامعة القادسية لم يجبني أحد في المعنى معنى البيت وفحواه. سألت طلاب الدراسات العليا سيما الماجستير، أقفل البعض منهم أو تلكع البعض منهم في الإجابة. الواقع أن معنى البيت ومغزاه وفحواه حين قال: أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك غير أن لي انتسابا. واقع الحال طبيعة الانتساب لأحمد مع النبي محمد هو أن أحد أسماء النبي الكريم اسمه إضافة إلى محمد اسمه أحمد، ومن هنا فإن أحمد شوقي ما دام اسمه كذا فهو ينتسب بالمفردة وبالتسمية مع الرسول الكريم، ولهذا بالرغم من هذه صلة القربة أو الرحمية بين الاثنين أرى نفسه أو رأى نفسه قد تجاوز في المديح، ومن هنا يعكس هذا البيت تواضع الشعراء. ختاماً أتمنى لكم الموفقية وشكراً للإفادة من هذه المعلومة. تحياتي وأمنياتي وسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشكر كل الشكر للدكتور محمد هليل على كلمته هذه. وبعد نختم هذا الحفل الكريم بالصلاة على محمد وآل محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.